بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام والبرنامج الحسيني. حاء سين يا نون، وهذه إطلالة جديدة في ليلتنا الثالثة، ومعي خدمة الإمام الحسين الشاعر الحسيني غزوان العتابي. عظم الله لك الأجر وأهلا وسهلا بك. سلمك، عظم الله أجورنا وأجوركم وصاحب أبي عبد الله الحسين، وبهذه الأيام أيام محرم الحرام، داعينا من الله أن يمن علينا بأن نكون من خدام الحسين، وأن يمن على الشعب العراقي أجمع بالأمن والأمان والبركة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لهذه القناة، قناة الأيام، قناة الإمام الحسين. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. الله يحفظكم ويسلمك. والرادود الحسين المخلص ملا مظفر الكعبي، عظم الله لك الأجر وأهلا وسهلا بك. عظم الله أجورنا وأجوركم أستاذ أبو علي. سلمنا الله بحرمة محمد وآل محمد، أن يجعلنا من المعزين لإمامنا الحجة، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أجورين إن شاء الله، مشكورين على هذه الدعوة. الله يحفظك، شكرا جزيلا. طوى روح غيابك وحد باها، طوى روح غيابك وحد باها، منو مثل تودع وحد باها، يوم المشى بنوقة وحد باها، وحد باها أحس السما انطبقت على الوطية. الله سن ولا مظفر العليلة وعلاقتها بالإمام الحسين، علاقة الطفلة بالأب أم علاقة الطفلة بولي الأمر الإمام المعصوم المكلف من الله سبحانه وتعالى بأن يقيم دين الله؟ عندي قصيدة للعليلة سلام الله عليها. نعم. والفراق المؤلم بينها وبين سيد الشهداء. نطيف. قلب المفارج يحن له فارق أحبابي، بويه بويه بويه، قلب المفارج يحن له فارق احبابه، وما تنقطع دمعته وعينه على بابه على بابه. ولي والله ونتت فت الصخر لو صاح يا يا بي يا بي يا بي، والله لو صوت مر بالفلق وصوب الهوى جايبي، يلكم جرح خاطره ويهيج بعتابي، لا كنا يبقى بأمل ودموع ستشابي، اش ما يجبل علي ضعن حسب على غيابي، تقول يدرون بي اهلي ما بي حيل فراق. اي والله يدرون بي اهلي وحده بالدار. الروايات يقول كلما حرك الهواء الباب ارتعدت فرائصها من الفوق. ويلي 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 ابوي صاحت يدرون بي اهلي ما بي حيل فراق، بويا عمر الورد والمرض ما خلى بي وراق، يا ابوي يا ابوي ولي حتى على صوت الهوى روحي تفر واشتاق. يدرون بي اهلي من المظفر، يدرون بي اهلي من الجنة من البدايه، يدرون بي اهلي ولي يدرون يدرون ويدرون بي اهلي يا مايله يا مايله الدنيا ويا هم، وليدرون بي اهلي ما بي حيل فراق، عمر الورد والمرض ما خلى بي وراق، قل له ابو يا حسين حتى على صوت الهوى روحي تفر واشتاق واشتاق، بل جل لايق هلي هلي وشابون شماق، تقول له يا بيت يا بيت السير بعد ادرس خلق وضاق، خالد نزل كل هلي هلي هلي
يلهاب صوب عراق ينطاق داي المرض والفرقة ما تنطاق صحت ولا لاي ولا لاي ولا لاي ولا لاي ولا لاي ولي ولا لاي علي موحش نهاري ولا لا ولي ولا لاي ولا لاي علي لو ما بقى من اهلي ولا ولي ولي ولا لاي ولا لاي يهز المهد عبد الله عبد الله ولولي 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 يا بلشن يريد وحشتهم اللي لا ما يردون خل تعمل عيون خل تعمل عيون أهلنا وسافروا لا ما يردون خل تعمل عيون خل تعمل عيون بس الفايقد اهلي يعلم بحالي يا هالوادي من البيت يصبح خالي انا ضليت هالسبع عزت والي فقدهم فوق عيلتي على سوالي فقدهم فوق عيلتي على سوالي ويا اهلي يضعون خل تعمل عيون خل تعمل عيون اهلنا وسافرا اهلنا أحسن بورك عظم الله أجرك عماه يا حياتي فراقكم مماتي تدرون بي عليلة برحلة طويلة تدرون فراقكم مماتي عظم الله لك الأجر أستاذ غزوان والإمام ابن الفضل العباس وعلاقته بالعليلة يعني حتى بالامور الاجتماعيه حاليا واحنا اقل من هاي الطبقه الالهيه صاحبه الرساله احسنت علاقتنا احنا دائما تكون علاقه الطفله بعمها علاقه جدا قويه في بعض الاحيان تفوق العلاقه مع الاب في بعض الاحيان عندنا فكيف الحال اذا كانت هذه العلاقه في بيت مهبط الوحي بيت الرساله كانت علاقه جدا واحد من الروايات يقول الإمام الحسين وعدها بأن إذا استقرت الأمور سأبعث إليك علي الأكبر أو عمك العباس عليه السلام وهذا ما جاء عن فراغ أصلا صراحة أهل البيت هم درس بالحنان وبالعلاقة بالأواصر تكتب واقعي للعباس أستاذ غزوان؟ نعم أكتب واقعي لكن المرات الواقعي يكون مو محدث زين يعني مرات ياخذك الخيال في نعم تتصور ابو الفضل العباس في مواطئ خيال او مواطئ ممكن ان يحققها ابو الفضل العباس اكيد وخصوصا لما تكون هي خليط بين روايات اهل البيت عليهم السلام نعم وبين الخيال يعني تقرا قبل اكيد الكتاب. اكيد انا نعم. من الناس اللي هواي يقرون صراحه شنو اللي استفزك وكتبت فد شيء مثل الامام العباس تقصد نعم لابو الفضل العباس مثلا في احدى الروايات وانا اقرا الروايات طبعا في خصوصيات أبي الفضل عليه السلام نعم. قرأت رواية مفادها أن في يوم القيامة وفي أحد المواقف يحشر الإمام العباس عليه السلام مرتديا لامة حربه نعم. فعندما قرأت هذه الرواية تعرف شوية رواية غريبة صعبة تستفز يعني أيضا صعبة كانت لي أمنيات ولو قاصرة هي سهلة على أبي الفضل بس إحنا عقولنا نعم صعبة على أمنيات ولو قاصرة قد نعم. تكون تمنيت مثلا أن أكون حاضرا في ذلك الموقف أوكي. هذا واحد ثانيا تمنيت أن أرى بالفضل وهو مرتديا لا متعرب مثلا ثالثا تمنيت أن يقول أبي الفضل عليه السلام في ذلك الموقف يوم القيامة ماذا تمنيت أن يقول مدام الزين
والموزين موجود بالقيامة. نعم نعم. مرتديا لامة حربه. مدام الزين والموزين موجود موجود، ومدام الناس جاي صفوف تصطف، ومدام الكوثر وشبعان الأطفال، ولا جرب على بالي ولا قطع كف. بيوم القيامة ذني كلين مبالي. نعم. مدام الزين والموزين موجود، ومدام الناس جاي صفوف تصطف، ومدام الكوثر وشبعان الأطفال، ولا جرب على بالي ولا قطع كف. وين الله وينادون المنادين سيبدأ جزء ثاني لوقعتهم. الله الله. وين الله وينادون المنادين. كون احنا حاضرين. سيبدأ جزء ثاني لوقعة الطف. وشنو السبعين ألف أجدادهم وين؟ كل من ولي أمره شلون خلق؟ الله. من تنطي خبز رش تربية وياه، وسبحة بماينا من الشمر ينضف، تخلفون وتذبون على الحسين. وين البسة بتلقام كلف؟ اقفلون الحشر عن لا يشردون، اقفلون الحشر عن لا يشردون، ونخل ماكو وراها الخاف يلتف. اليوم الواسطات تصير عن النار. لا خلي الواسطات اليوم عن النار. بجهنم يفرح الشمروم كتف. انا العباس انا الاطماعي نصين صلب، بس من نحر عبد الله اترف. انا من بطن ام البالي الحسين، القلب زينب العاشر يوم بالطفل. انا المرجع الاعلى شكو شي ماي، انا المرجع الاعلى شكو شي ماي، وانا بعلم القلوب الزينه العرب. نعم. المهم تانوني. المهم تانوني. وين ابليس؟ ابليس جابوه جاما وسوست لي الدوري الاضعف. المهم تانوني وين ابلي؟ جابوه جاما وسوست لي دوري الاضعف. غرفت الماي مو عطشانه تانيك، تجي توسوس لي اشرب وانا بالطف. من رخصة عمامي الا خليك تقول الراجل من الحمزه اشرف. قابيل انتم وهابيل خوان، قابيل انتم وهابيل خوان، من نفس البطن والظهر والجف. اخوي حسين اخوي حسين، من غيرهم من غيرهم، وذا صاح مو شريجه حس انفاسه تنشف. انفاسه تنشف. طلعوا الشامر ابراهيم بالنار، طلعوا الشامر ابراهيم بالنار على اليمن. علي من كم صنم من طين مصطف، انا عندي مخيم الله باني، ما ظل منه بس رماد بالطف. علي من كم صنم من طين مصطف، انا عندي مخيم الله باني، ما ظل منه بس رماد بالطف. ابن من صار سيف الله المسلول، ومنو حامل الرساله وياه الانظف. انا افتر على المخيم لا يحرقوه ولد الجانه وعلى الجبل تلتف. وين الله امنياتي امنياتي تصير، وهناك يبدأ جزء ثاني الوقت. الله الله صح لسانك. احسنت 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 كثيرا. شكرا لهذه القصيده يا غزوان العتابي خادم الحسين، اخذتنا بمساحات وين الى قصيده مشرعه الحروف. حبيبي ملا مظفر، كثره المجالس نعم، وشلون تنسق بها؟ وانا اعرف بيك انت تقرا اكثر من مجلس. صحيح. بس خلنا ناخذ الاجابه بعد الفاصل. احبتي متابعي قناه الايام، فاصل ونرجع لكم القصائد الحسينية، انتظرونا. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون. وملا مظفر حبيبي، كثرة المجالس علي. وشلون تنسق بها؟ وأنا أدري بيك تقرأ أكثر من مجلس باليوم في العشرة الأولى طبعا. بلي الصراحة يعني أنا أقرأ، أحب أقرأ دائما المجالس هواي يعني، وأتمنى أقرأ الكل يعني، ما أريد أرجع واحد أكيد. أمانة الله هذه يعني الخدمة طبعا. أي والله يعني ناس فريد الحسين وزراء يشوفوك بأكثر من مكان. أي والله يشهد الله عليه، هذا فيما قلبي يعني بيني ما بين الله زين.
فسبحان الله في أيام محرم الأمور تترتب وحدها. نعم. وحق الحسين. هنيئاً لك. إي والله. المتابعين طبعاً بعد أن بتشوا على قصيدة العليلة يردون يبتشون أيضاً على قصيدة أخرى. خادم ممنون. عفو. يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. ماذا أقرأ عن مولاتي أم المصائب زينب؟ وماذا رأت من مصائب يوم عاشوراء؟ ويوم الأربعين يا دكتور بطلي. إن شاء الله خادم. تقول زينب ولي روح ولي روح زرايق الصوت بمتوني ولي روح وعجبي يبقى الصبر عندي ولي روح علي الجاي يتفرج خويا ولي روح ولي روح وعبيد أهلي غدا تامر علي لا حول ولا قوة حسين خويا 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 مصائب زينب عظيمة لكن أبو موقف ألم زينب عندما أدخل السبايا إلى مجلس هذا اللعين هاو الرؤوس أمام زينب صدت إلى رأس أبا الفضل صاحت عباس خويا عباس خويا طوي الديوان ديوان خويا طوي الديوان وبي متجمع الناس الناس والله نصارى ويهود وكفر ورجاس ومن شاهدون مهبط الراس صاح ويا زينب وين عباس اقول حسين ظل جثه بلا راس بلا راس بلا راس وعباس البطل وين قطعه وجفوفه جفوفه ويلي خدرين بنار قلوبنا الاهات خدرين ومثلنا يا بنات بشرف خدرين خويا ديم نشقف يا حسين خدرين وخاف تطيح من حضن رقي وخاف تطيح من حضني اللي فاول العلم قبارة والتنع عيوية ولي ويصلى وللمقابر حيل تعبانين طريقي بعيد ومن الضيم متغيرين كلها هذا وين يحسين والسجا هذا مشغول بواجي والزينب قعدتني سوان ولياه يا امي حسين تجري دموع عيناها اكو وحده يحبها ما جتي وياها اكو وحده يحبها ما جتي وياها عمت عيني شكثر وصاب ربي عمت عيني شكثر و
يدل وليها غيدت تتعنى بس ظلت ما روانتها يمين ون اي ام عبد الله ما شبعت ترى منا ولأم عبد الله ما شبعت ترى منا بحسرة عفيت من مشيت مسبية بحسرة عافت من مشيت مسبية. أحسنت كثيرا. نفس السؤال بس بالأربعينية أستاذ غزوان، شلون تنسق بهاي كثرة المجالس كثرة المهرجانات وهل تقرأ للإمام المهدي في الأربعينية؟ نعم طبعا زيارة الأربعينية من أهم الشعائر الحسينية ومن من الزيارات الواجبة التي نص في عليها الإمام الحسن العسكري. أحسنت. أعمال المؤمن خمسة. هذه الفترة اللي ما يقارب ضمنها طبعا زيارة الأربعين طبعا ما يقارب انه العشرة ايام هذا. نعم تعرف خدمة الحسين تزاحم على الخدمة وهذا التزاحم يصب في مصلحة الخدمة نفسهم. نعم. وفي مصلحة وقت الخدمة. ليش؟ لان تعرف الخدمة لما ينجمعون بمكان واحد شلون نقول احنا واحد يشيل الثاني. نعم. انا ما موجود موجود ابو علي موجود الملة وكذلك اذا انت ما موجود احنا بمكانك هالشكل فالمهرجانات عامره تشعر بوجود الامام الحجه اكيد هو هذا اليوم اصلا انا باعتقادي انه هو خاص بالامام المهدي هناك الامام المهدي يشوف الموالين والمبايعين له والانصار له والجد الحسين عليه السلام كتبت استفزني موضوع قريتها طبعا قريت نعم. واستفزك اكيد نعم. ايضا قريت انا كثير قراءه يعني موفق وهذا صحيح وسمعت يعني والكثير سمع مو بس انا يعني خصوصا بالفتره الاخيره انه لما من وحده من الوسائل اللي يردون يضربون بها اتباعه للبيت طبعا يقال عندهم طبعا وليس عندنا يقال عندهم ان المهدي عليه السلام اول ما يظهر فانه سيذبح الشيعة وهذا ضرب للشيعة انفسهم طبعا ومن المؤسف ان تخرج هذه الكلمات ممن نحسبهم قريبين عنا في بعض الاحيان استفزني صراحة هذا الموضوع حاجه يقتل اللي يحبه فاقول اسولف ويا ناس وكنت اظن بيه اسولف ويا ناس يعني هو حوار نعم نعم, نعم. نعم. ويا ناس وكنت اظن بيها تفهم بالظهور وقاري يعني ولكن بالجلي يبين الما مخشوش حرك الناس خاطر تعرف ايش بيه الله اسولف ويا ناس وكنت اظن بيها تفهم بالظهور وقاري يعني نعم. ولكن بالجلي يبين الما مخشوش حرك الناس خاطر تعرف ايش بيها المهم قالوا وقالوا وانا صب عذاب اصب عذاب باوعت على جربة صبري ما بيها قالوا يذبحكم قلت لا والله لا والله ابو صالح ما يسويه مو خوفا ولا حبا ولا بعناد قالوا يذبحكم قلت لا والله لا والله ابو صالح ما يسويه مو خوفا ولا حبا ولا بعناد ولا شيعة ويعبرها واحكيها بس اللي عنده جد مذبوح ما معقول يجي يذبح لعالم بجم قضي الله علي من يبجون بس اللي عنده جد مذبوح الحسين طبعا نعم ما معقول قالوا يذبحكم قلت لا والله لا والله ابو صالح ما يسويها مو خوفا ولا حبا ولا بعناد ولا شيعة ويعبرها واحكيها بس اللي عنده جد مذبوح ما معقول يجي يذبح لعالم بجم قضيها وهو اللي عنده جد مذبوح فالمفروض اكو عالم يواسونه ويواسيه لطيف اي مشهد اي مشهد شيء بقلبه ما يسويه الله اي مشهد مشي بقلبه ما يسوي وخصوصا ويا ناس الشيء بقاضي هوانا ذبح هوانا ذبح يوميا مني غيب يذبح لمن يظهر وين لاقيها انا متاني اعيش العمر خلص موت ترى الدنيا بظهور المهدي نبدي الله انا متاني اعيش أنا الداني أعيش العمر خلص موت الله. ترى الدنيا بظهور المهدي نبديها نبديها هي المشكلة بقلام ليك
نعم مأجوري. هاي المشكلة بأقلام اللي يكتبون حسب ريح الأموال الذهب يحيي. نعم مؤرخ أقلام إيجار. هي المشكلة أقلام اللي يكتبون حسب ريح الأموال الذهب يحنيها المؤرخ. من يحط بالقلم دم خفاش الرواية اللي بيها دمك يستلم بيها. الله قالوا ما لفر الإمام المهدي قالوا ما لفر قالوا ما لفر يتنفسون شلون. الله هو النسمة بصالح يمشي. الله الصبح من تبتسم أي وردة ثق بالله ما تبتسم لو ما يبتسم. الله صحيح الصبح من تبتسم أي وردة ثق بالله ما يبتسم ما تبتسم لو ما يبتسم ليها. بالليل النجوم بسكتة سهرانات لأن المهدي واقف مجتمع. الله الله سجل المهدي من يقرون ينقهرون. نعم ليش نرفع روسنا وبالسم نخليه ليش نرفعها لأن لما يجي عاشور شوارعنا بسواد الله نرفعها لأن يوم 40 حسين يطب لبيوتنا ومهجورين. الله نرفعها لأن لما تجي الزوار لما تجي الزوار كلها تصيح إلي 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 ونطالب. ليش نرفع روسنا سجل المهدي من يقرون ينقهرون. ليش نرفع روسنا وبالسم نخليه. اي والله صدق نرفع روسنا نرفعها لأن لما يجي عاشور شوارعنا بسواد الهم نغطيه. الله نرفعها لأن يوم 40 حسين يطب لبيوتنا ومهجورين مهجورين بيها. نرفعها لأن لما تجي الزوار كلها تصيح إلي إلي ونطالب عليه. الله نرفعها لأن بشفى في صك مختوم برجل مشاي قد ما بوس بيه. الله اترك كل هذا اترك كل هذا بس انتبه لبهاي اترك كل هذا بس انتبه لبهاي ودعنا من الخلافات وبلاوي زهرة ونرجس. الله زهرة ونرجس يخلفا ولد ذباح مستعين يخلفا ولد ذباح بس بهاي فاكر مقتنع بيها. لا طبعا بس بهاي فاكر سنت. الله الله عليك والد. الله يمتى تهل بطلعتك وتعلن قيامة دولتك وخدام الحسين الشعب تعيشهم بدولة فدك. نروح إلى فاصل ونرجع أحبتي متابعي قناة الأيام فاصل وراجعين إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة حاء سين ياء نون. لا تذهبوا بعيدا. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون. وهذه عودة إلى الجزء الأخير وملا مظفر الكعبي أبو علي الطيب والحسين وتحديات العصر والفتوى وما نعانيه من الناصبية وأعداء أهل البيت. شلون أنا شفتك تقرأ ببدلة قتال. شرف لي. الله يوفقك. وأنا أتمنى أكون أحد خدام الفتوى وخدام اللي لبوا الفتوى. قريت للشهداء؟ قريت كثيرا وشيعت شهداء. الله يوفقك. شيعنا أصدقائنا وأحبابنا. استقرانا. عندي قصيدة للشهداء أنا أسميهم أنصار الحسين. هم أنصار الحسين. فعلا أنصار الحسين. قولا وفعلا. نعم الله يوفقك. ونسأل من الله أن يجعلهم شفعاء لنا. يوم القيامة. أيوة. يا رب العالمين. نوين على الفارقون ولا منهم خبر على المودعون نموت من القهار قد بكينا بسرعة راحة من ندينا على الغوالي قد بكينا بسرعة راحة من ندينا
ترى الراحة ويا قلبي وفارقوني ناموا بالمقابر ما يجوني حسرتهم نظل ما ودعوني والإعزاز بهجرهم عذبوني والإعزاز بهجرهم عذبوني طعم من فارقين فلا ظل بالحياة يا دنيا ومو بدينا نحين للذكريات ناقعدنا هنا حكينا بسرعة راحة من ايدينا هاي امي الشهيد ضم التراب تون المغربية بعتبة الباب وينك جهزت لك يوم الثياب يا ولدي وعلي ما احمل غياب يا ولدي وعلي ما احمل غياب ترت حزب المشاعر لو ان ما ترد لي وحش لي للمقابر اواصلك علي احضر احضار يا علينا بسرعه راحه من ندينا والله قلوا لعلي كل محنة محنة على هونك يدفن ويبن أم وريت زين تراب عنا أريد عيون تشبح شوف منا يا يوم ريت أشمك بعد هكون أموت عليك بشيلة أمك ولو سمعني صوت يا هجرهم استوى بينا بسرعة راحة من ندينا يوم ذكري من تمر زفة شبا شمع شبابي من يطفوها حلت دمي والجفن دار التمر يوم ذكريني من تمر زفت شباب أحسنت أحسنت كثيرا أحسنت كثيرا أحسنت كثيرا من الله الله يحفظك أستاذ رزوان أكو هجمة في كل وقت مو هالهجمة استهدفت القرآن نعم على سبيل يعني مو بس السويد صح انزلزل الأكوان حسبالك سهل تحرق القرآني أيه. رسالة وبيها صوت الزعل والإيمان صحيح. أمم متحدة اهتزت بإيماني والله. مثل بالرسالة الشكل والمضمون مليارين مسلم على السيستاني الله دافعت عن القرآن دافعت و... يعني بشتى الوسائل الممكنة طبعا جزاهم الله خير هي قصيدة مخصوصة لهذه المناسبة لو انت سبحان الله احنا مرات ندور مواضيع نكتب في المحرم نعم. فزامنت هاي القصيدة تعرف الحادثة مع الأسف يعني في أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الأضحى العفو المبارك فهذا يصير على أبواب محرم وإحنا بهذا الوقت دائما نحضر المحرم ونحضر قصائدنا نعم. هالشكل فتعرف
بدأت الاستبكارات والمظاهرات وكذا هاي. فأحد الأفكار اللي استوحيتها من هذا الوضع تقول: عندما رآني مدافعا عن القرآن الكريم، عندما رآني مدافعا عن القرآن الكريم، قصيدة حوارية. نعم، أحسنت وأبدعت في هذا المجال، الله يحفظك. عندما رآني مدافعا عن القرآن الكريم يسألني البعيد الذي لا يعلم: ماذا تعني لك تلك أسماء السور الموجودة في فهرست القرآن الكريم؟ ماذا تعني لك أسماء السور الموجودة في فهرست القرآن الكريم؟ فأحببت أن أختصر له الإجابة، وقلت له أن معظم أسماء السور تشير إلى السيدة زينب عليه السلام. فقال لي البعيد: ومن زينب؟ وقلت له: هاي الفاتحة ما شايليها، هاي الحمد لله ترسديها، النساء اللي يمها خلفة آل عمران مريم ياهل تعاين عليها، هاي الفاتحة الما شايليها، هاي الحمد لله ترسديها، النساء اللي يمها خلفة آل عمران مريم ياهل تعاين عليها، بشريعة طه تحكم مو بالأعراف، بشريعة طه تحكم مو بالأعراف. الناس بالكهف ما هامي، عدها المائدة بس خبزة وحسين، الله عدها المائدة بس خبزة وحسين، وابو فاضل الكوثر بين يدي، الله شيلي من طارق بابهم، عدها المائدة بس خبزة وحسين، وابو فاضل الكوثر بين يدي، الطارق بابهم لو كانوا ايتام يجي الماعون يضحك يعتني، الله شيني من باب دابانيها ياسين، الله وحمامه وعنكبوت الحارسي، الله ومثل ما بنى بيت الله ابراهيم جبريل بنى الحجرات بيه، الله وبالحج يروح يطوف ويشوف مدثر البيت بنصع بيه، الله فصلت من صبرها النوح جلبابه، ويونس بالبحر ظل يدعي بيها، مشت والصافات وياها بسروس، مشت والصافات وياها بسروس، النصر بالشام توقف علي، الممتحنة بالطف يعيق هشام، بنت الأنبياء مستسهليها تخطب والحديد بإيد هيلين، وبدأ الدخان يطلع من حجيها، وبدأ تروي القصص عن طف الحسين، الزمر في هالبلد ما سامعين، وشلون الشمس من تجو بدت تروي القصص، الممتحنة بالطف يعيق هشام، بنت الأنبياء مستسهليها تخطب والحديد بإيد هيلين، وبدت الدخان يطلع من حجيها، وشلون الحجر بالواقع هناك صابوا السجدة والنور العلي، صابوا السجدة والنور العلي، وكانت مرسلات اسهامهم سود، بماي التوبة ما بنغاسليها، وشلون الشمس من تجوي الأجساد لما بان انشقاق جروح، الله وشلون الشمس وشلون العطش من فاطر اشفاف، الله حكم لقمان من هالماخ، الله زينب تحكي والصف قام يبكون، الله التكاثر بالندم ظل يعتريها، الله ظل يعتريها، وذاك العبس زخرف ذيك الوجوه، الله من سمعوا نبأ جور بسبيها، وترى يطول الشرح عن زينب هواي من هدمة بروج الهاضميه، كون الشعراء من تكتب عليك القصايد بالإخلاص معطرية، الله يا زينب بالحشر عزين وشين الكل يوم القيامة تحاسبين، سنت الله طيب والله انفاسك مبدع، سنت على هذه القصيدة، الله يحفظك حقيقة زينب القرآن وأسماء السور حقيقة يعني رائع مبدع مبدع، الله يوفقك ميزان أعمالك إن شاء الله، أحسنت كثيرا والله يا طيب الله يسلمك، يعني قصيدة يعجز الكلام، هذا يعني سألتني كان السؤال هل دافعت عن القرآن؟ أكيد قلت لك باللي نقدر له يعني، وهذا أكيد أحد أسلحتنا يعني، أكيد هذا دفاع الحمد لله وش. يعني كبير مشرعت الحروف، نعم القلم بيها الجود والراية الورق والأمة كتابك، إذا جتني المنية ومتت يا عباس أتمنى أصيرا ذرة بعتابك، الله الله وداعا يا نظر عيني
يا ابويا وشمعة سنيني ادري الباري ناداك روح والله وياك وداعا يا نظر عيني ابويا يا شمعة سنيني يا ضوء عيون العليلة انا اسماعيلك واقول لك انت للباري خليلة بما تؤمر اصدع انت واذبح الشوق ودليلة واترك بنيتك فاطمة بنار الصبر متألمة وتعنى يا رب السماء الى اخر القصيده عظم الله حسنت. لكم الاجر واحسن الله لكم العزاء شكرا لهذا الجهد الحسيني الذي قدمتموه للقناه اولا ولمشاهدي قناه الله. الايام شكرا جزيلا لكم تجشمكم عظم الله لكم الاجر حسنت. بميزان حسناتكم ان شاء الله الله يحفظك اشكرك رزوان العتاب شكرا لك استاذ محسن جوراني ابو علي شكرا لهذه الاستضافه شكرا لهاي المساحه من الخدمه الحسينيه شكرا لهذا البرنامج الحسيني شكرا لهذه القناة اللي دائما ما ترفد العائلة العراقية في هكذا برامج حسينية مثقفة صراحة قناة الأيام قناة البيت العراقي صراحة شكرا لكل الجهود من المصورين احنا الآن يمكن ما لا يعلمه المشاهدون طبعا ساعة 2 واحنا جايين نصور الله يساعدهم المخرجين المصورين الله يعظم أجرك شكرا لكم مرة ثانية عظم الله لك الأجر ومن مضافة أحسن الله لكم العزاء ونسأل من الله بحرمة محمد وآل محمد أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالكم إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بحب الحسين سنت شكرا جزيلا سنت الله يحفظك أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء وإلى حلقة أخرى عظم الله لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته